إذا اختلفت مع زوجتك فحاول ألا ترد عليها ولا تقمعها ولا ترهبها بالصوت أو بالصوت أو تقول ما صدقتي أو كذبتي أعوذ بالله أو يا كذا، لا، اتركها تفضفض، المرأة تريد أن تفضفض. ولا تنتبه للتلفزيون، لا تشتغل بالتلفزيون ولا اجلس واستسلم أمامها، هذا صحيح، وسلم رقبتك واجلس متأدبا ودعالها تتكلم بس، ولا تحاول ترد أبد، لا ترد حتى لا بحق ولا بباطل، وقل صدقتي وأنا أتوب إلى الله. أسمع، وأنا أتوب إلى الله وأعاهدك أني ما أعود إلى ذلك، وأسألك بالله أن تعتق رقبتي لوجه الله، وأنت المصيبة وأنا المخطئ والشيطان هو لعب علي.